تجربة جميلة يكسبها طالب الحقوق في ميدان العمل من خلال أنشطة نادي الفكر القانوني اللي تحت مظلة جمعية المحامي. راح نتكلم أكثر عن هذا النادي وأهمية طالب الحقوق اللي شارك في الأنشطة اللي يقدمها هذا النادي مع ضيفتنا في الاستديو الأستاذة نورة الدوسري، عضو في نادي الفكر القانوني. حياك الله، مساء الخير. أهلين، هلا والله. نورتنا. في البداية أعطينا تفاصيل أكثر عن نادي الفكر القانوني وسبب وهدف تأسيس هذا النادي. طبعا الهدف من تأسيس النادي، احنا طبعا تحت مظلة جمعية المحامين الكويتية، الهدف منا هو الوعي للمجتمع ولكافة يعني المجتمع للفكر القانوني ومبادئ القانون. جميل. يعني من خلال هذا النادي قاعد تحاولون ان انتم تنشرون بعض القوانين اللي ممكن المجتمع يجهلها، يستفيد ساعات منها. تكون في صح تصرفات من قبل الاشخاص صح ما يعلمون عواقب هذه التصرفات. اذا بنتكلم اكثر، يعني احنا قاعدين نقول ان هذا النادي تحت مظلة جمعية المحامين الكويتية، شنو نعني لما احنا نقول كذي؟ طبعا احنا تحت مظلتها، يعني احنا بصفة رسمية، وهي محتضنتنا في دعمها لنا وفي توسع النادي ووصوله يعني الوصوله لافضل فئات او جميع الجهات، سواء جماع عن طريق الجامعه او عن طريق المؤسسات او عن طريق المجتمع يعني. وطبعا هذا يعني يساعد كل الطلاب القانونيين، جميل. وما يمنع انه في مشاركه اي خريج او محامي او حاب انه ينضم ويانا حلو بالعضويه يعني. حلو. طيب النادي نفسه، نادي الفكر القانوني، هل يحتوي على لجان من داخل هذا النادي؟ هل في أقسام مختلفة للقوانين أيضا اللي موجودة في الدستور الكويتي وغيره؟ اي نعم، فيها الحين حاليا 4 لجان: اللجنه التنفيذيه اللي هي تكون مراقبه على اللجان وعلى القرارات وعلى الاداره وعلى اللجنه العليا، وعندنا اللجنه الثقافيه، طبعا هذه اللجنه الثقافيه تكون تحت المنصات القانونيه ودراسه اي شغله قبل لا تطلع، فتكون تحت المظله الثقافيه، وعندنا بعد اللجنه الاعلاميه، طبعا حق التغطيه الاعلاميه سواء عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الجرايد، عن طريق التلفزيون، عن طريق التواصل الاجتماعي، معي انستغرام. طبعا يعني احنا تو نحن بادين يعني ما صار لنا يعني فتره، فحتى الافتتاح لما الحين ما بدينا، فهذه خطوه حلوه ان احنا بدينا احنا نعرف عن طريق الجامعات واللجان اللي حوالينا ومع الجمعيه، واحنا تونا لنا شهرين. جميل. المدة قد تكون قصيرة، لكن قاعد نشوف ايش كثر انتم مهتمين في جوانب القانونية في المجالات المختلفة. هل في انجازات او حتى انشطة قادرين ان انتم تنفذونها خلال الايام الجاية؟ احنا بالفعل بدينا تاريخ 15/11/2016، يعني بالضبط تقريبا صار لنا شهرين. الافتتاح الرسمي للنادي راح يبدي يوم الاحد 15/1، الافتتاح الرسمي مع حضور الوزير السابق رئيس مجلس الامه السابق احمد السعدون، راح يكون الافتتاح. فخلال هالشهرين هذه يعني حاولنا انجزنا وايد اشياء، وبدينا نعرف بمشاركتنا معرض الكتاب، يبنى تقريبا يعني يبنى خصومات وصلت ل 50% للطلبه القانونيه، غير تواصلنا الاجتماعي عن طريق عدة قنوات، غير مشاركتنا بعدة الندوات. فبدينا احنا كأن احنا انعرفنا احنا يا النادي، واحنا تونا لمحن ما بدأ الافتتاح الرسمي اللي هو يوم الأحد يكون راح يكون الافتتاح ان شاء طيب، الله. واحد من أهم الأهداف اللي أنتم ماخذينها من خلال تأسيسكم لهذا النادي هو نشر الوعي القانوني الوعي القانوني في المجتمع. خلينا نتكلم عن هذا الجانب، شلون قادرين أنتم تنشرون هذا الوعي القانوني، وشنو أكثر القضايا اللي مهتمين فيها؟ طبعا تدرين احنا الرأي العام مو الكل عنده إلمام بالقانون وشنو آخر إصدارات القانون، نفس الإصدار القانون اللي هو السن القانوني اللي من 18 ل 16 من الناحية الجنائية. ففي ناس مهم عارفين مو واعين، فإحنا من دورنا احنا نحاول نوزع بروشرات كثر ما نقدر، كتيبات، نشوف شنو مجرى القانون أو شنو العقوبات اللي ممكن تكون. يعني وزارة الداخلية مهم قصرة، بس في أشياء تفصيلية ثانية هذه تكون تحت مظلة القانون وجمعية الكويتية للمحاماة، ففي قوانين معينة مو الكل يفهمها، يعني مجهولة شوية بالمجتمع. نعم، انتم ماخذينها من جانب ان انتم قاعدين توعي توعوي توعوي وتفسرون هذه القوانين. هل في نوع من التوعية الاخرى؟ يعني في بعض الاشخاص ممكن تكون عندهم نوع من التصرفات في المجتمع ما يدرون شنو هذه العواقب اللي ممكن تكون، هل هي جناية، جريمة، وغيرها من الامور الاخرى. هل انتم عندكم هذا الجانب التوعوي؟ احنا عندنا طبعا من ضمن اهداف النادي راح تكون في ورش عمل
راح تكون في ندوات ممكن أي شخص يقدر يدخل الندوة أو الاجتماع يستفيد، بس من ضمن بس لكن الأعضاء يكون أعضاء قانونيين، بس الحضور ممكن يعني جميع الفئات تقدر تدخل الورشات العمل والاجتماعات تشوف شنو عندنا شنو نشاطاتنا، طبعا من خلال المشاركة فيصير في توعوية أكثر من ناحية القانون. جميل. أعضاء النادي نفسهم قاعد تقولين هم بس القانونيين، هل هذا يشمل أيضا الجامعات غير جامعة الكويت لطلبة الحقوق، الجامعات الثانية أو حتى طلبة الحقوق صح. اللي أخذوا شهاداتهم من خارج الكويت؟ أي نعم، طبعا الأولوية حق الكلية القانون العالمية الكويتية الطلبة، وما يمنع أن يشاركون كلية الحقوق الكويت أو خريجين من برا قانوني، ما يمنع مشاركتهم يكون عندنا عضو. جميل. إذا بروح لجانب آخر، يعني تفاعل مؤسسات الدولة معاكم تو كنادي رسمي قانوني. إيه احنا قلت لك احنا تونا بداياتنا لنا شهرين تونا، بس ذكرت في البداية إيه؟ يعني بالرغم من ان المدة جدا احنا قصيرة ان شاء الله لكن انتشرتوا انتشار كبير صح في هذا صح الشهرين. ان شاء الله راح يكون في تعاون ان شاء الله على المستقبل مع وزارة الشباب، مع جهات ثانية، جامعة الكويت، في عندنا عدة لجان بعد ما افحصنا عليها يعني ما بدينا فيها، فان شاء الله يعني راح تكون في مشاركات ثانية حتى مع جامعة الكويت او جهات ثانية تمام. رسمية ان شاء إذا الله. بتكلم عن جانب آخر، يعني إيش كثر مهم أن طالب الحقوق يشارك في مثل هذه النوع من النوادي القانونية؟ مو شرط هي مو محتكرة بس حق الطالب، حتى الخريج، حتى اللي عنده اللي عشان حاب نشمل أي شخص أي قانوني يشارك في هذا إيه نعم هذه النوع من النوادي. لا هو يشمل القانوني كعضوية، بس احنا قلنا كل جميع فئات المجتمع يقدر يحضر ورش العمل او يشوف اخبارنا او يحب يتواصل ويانا عنده اقتراحات فما في مشكلة، فايه عامة هي وعي كامل للمجتمع تمام. يعني أنا جميع كشخص الفئات. قانوني طالبة حقوق أو خريجة حقوق شاركت في هذا النادي، إيش كثر ممكن أنا يضيف لي كسي في كخبرة اكيد وغيرها اكيد من هذه اكيد الأمور؟ اكيد كسي في كخبره كاحداث يعني بين فتره والثانيه قاعد تصير احداث يعني بالقانون يعني او احداث مثلا في تغيير نص قانوني او تشريع معين يكون الأبديت مع ايوه على طول، فتكون انت القانونيين. قبل تسمعين الخبر برا انت عارفته من النادي يعني صادر او شنو التشريعات اللي قاعد تصير، فتكون الاخبار عندنا يعني نقول عنها فريش. طيب يمكن جمعية المحامين الكويتية فيها نوادي عدة صح أو صحيح دائما ما يكون عندهم أنشطة قانونية بشكل جدا مكثف، وبالإضافة إلى جامعة الكويت وكلية الحقوق صحيح تحديدا، شو اللي يميز نادي الفكر القانوني وأنشطتهم اللي يقدمونها؟ نشاطاته يعني احنا تونا ما بدينا افتتاح الرسمي، واحنا ما شاء الله كل الاعضاء فينا قوة وطاقة في حماس الشغل يعني، فبادين جميل. يعني نوصل رسالة يعني حق ابعد وعي بالمجال القانون. تمام. إذا نبي نفتح المجال حق أي شخص قانوني سواء طالب أو حتى خريج خريج للحقوق ينتسب معكم ينتسب في ويانا هذا النادي، شو بالجمعية ممكن هو يدخل معكم في النادي؟ يقدر يراجع جمعية الكويت المحامين، في هناك عندنا مقر نادي الفكر القانوني، ويقدر ينتسب يعني برسوم رمزية وصورتين، وإن شاء الله يكون عضو ويانا، والغير القانوني يقدر يعني يتابع عن طريق الانستغرام سناب شات يعني التواصل الاجتماعي يشوف اجتماعاتنا والورش العمل، ممكن احنا عندنا يعني ورش تدريبية وايد حلوة يعني ممكن يستفيد فيها الواحد يعني اللي يحب جميل. يدخل. يعطيكم العافية الأمانة، مثل هذه النوع من النوادي قادرة أن هي تفيد الطالب القانوني أو حتى الخريج القانوني وأيضا المجتمع من خلال نشر التوعية القانونية فيها. رسالة أخيرة، كلمة أخيرة حابة تختمين فيها؟ أتمنى إن شاء الله توصل يعني التوعية حق جميع الفئات بالمجتمع، وأتمنى المشاركة الكل علشان يكون عندهم وعي بالقانون، ومشكورة ما قصرتي. حياك الله، نورتينا استاذة نورة الدوسري عضو نادي الفكر القانوني، شكرا على وجودك اليوم معنا. مكملين معكم في اخر فقرة من حلقتنا لليوم من بعد هذا البريك.